الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ይህ በአልሙኒር የቁርአን ሴንተር ለመጀመሪያ ዙር ተማሪዎች የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የአልቃኢደቱ ኑራኒያ ትምህርት ነው። ኢንሻአላህ አደርሱ አሳዲስ እንደቀጠልን የምንገኘው አምስተኛውንና ስድስተኛውን መስመር ይሆናል ኢንሻአላህ ተዓላ ዛሬ የምናየው። ሁላችሁም በጥሞና በመከታተል ለርማት እንድትዘጋጁ ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين طا ضم ط واو فتحتين ون طون عين فتحة با فتحة با عب سين فتحة س عبس عين فتحة دال فتحة د عاد لام فتحة ل عادل عين فتحة لام فتحة ل على قاف كسرتين قن عالقين عين فتحة ميم فتحة م عام دال كسرتين دين عامدين عين كسرة عي نون فتحة ن عين با فتحتين بن عين بن غين فتحة غ با فتحة ب غب را فتحة را غبر تا ضمتين تن غبرة فا فتحة ف عين فتحة فع لام فتحة ل فعل قا فتحة ق تا فتحة ت قت را فتحة را قتر تا ضمتين تن قترة قاف ضم ق تا كسرة قوتي لام فتحة لا قوتي لا قاف فتحة قا دال فتحة دا قاد را فتحة را قاد را قاف ضم قو را كسرة ري قوري همزة فتاء قوري